اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. على جديد النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاكل بتاعنا بناء على رغبه حضراتكم بتتابعونا من خلال الاتصال، الحواوشي الاسكندراني، كبده اسكندراني، كشري اسكندراني. احنا بنحترم الاكلات اللي بتتنسب للمحافظات، بيبقى لها مذاق ولها طعم خاص جدا وبتتعمل بتكنيك عالي. الحواوشي الاسكندراني ايه الفرق بينه واي حواوشي تاني؟ ده بتتعمل له عجينه وتتعمل بمقاديرها وتتخمر ومعاها لحمه مفرومه ولها تكنيك، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. وبهديها طبعا لكل اللي بتواصلوا معانا. معانا مكرونه النهارده بالخضار، تشكيله من الخضار ات ودرج التلاجه بقى، في كوسه، في بتنجان، في طماطم، في فلفل، معاك مكرونه بينا، ونشوف ازاي الشيف المغازي هيعمل مكرونه بالخضار احلى بكتير من اي نوع مكرونه تاني لانها فيها قيمه غذائيه عاليه جدا. معانا بقى للاطفال الحلوين والرياضيين وكل الناس اللي بتحب ان هي تحب تاكل حاجه بره، فليه ما ناخدش الحاجه دي ناكلها بره تبقى لطيفه لو احنا بنروح نادي بنقضي اجازه لطيفه. المافن بالموز والمكسرات، موز للرياضيين قيمته الغذائيه عاليه جدا، بوتاسيوم، اللوز ومكسرات بندق عين جمل الفول سوداني، ونشوف نعمل المافن ازاي بالموز واللوز، حاجه لطيفه وجميله ويقعد عندك اسبوع من وقت للتاني. ولادنا ياخدوه مع العصير او مع الشاي، او جوزك قبل ما يروح على الشغل ياخد وحدايه كده مع فنجان القهوه. مش عايز اطول على حضراتكم لان في شغل كتير في الحلقه بجد وعايزه مجهود، فادعوا لي ربنا يوفقنا ان شاء الله ونعمل لكم حلقه كويسه ونشوف ايه حكايه وقصه الحواوشي الاسكندراني لما بروح اسكندريه. كبد اسكندراني، حواوشي اسكندراني، كشر اسكندراني. تحيه كبيره للاسكندرانيه، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا شوفوا نعمل المافن ازاي. نعمله باب المكسرات بالموز، حابه تغيري نوع الفاكهه اللي انت بتستخدميه، فراوله، توت، حسب الرغبه. المقادير على الشاشه، معانا موز، والموز يا رب يكون يعني مستوي حلو كده وطعمه سكر، ومعانا مكسرات، فول سوداني على عين جمل المكسرات اللي موجوده عندك، معانا زبده وبيض، اربع بيضات، وبيكنج باودر معلقه كبيره او معلقتين صغيرين، الفانيليا ودي 1-2 كوب، وفانيليا بسيطة طبعا لطعم البيض وزفارة البيض. تعالوا شوفوا المقادير، شفناها مع بعض على الشاشة، تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي بطريقة سهلة وبسيطة. ده مهم جدا على فكرة، مهم جدا ان احنا نغير من الكب كيك والمافن والحاجات اللي بيحبوها. ممكن تعمليه بالسبانخ، ممكن تعمليه بالحادق، ممكن تعمليه بالدجاج، تعمليه بالجمبري، هي المدرسة واحدة. أول حاجة بناخد البيض ده كده بنخفقه كويس مع السكر. وضع السكر للبيض في حالة الخفق يساعد على خفقه جيدا. حلو الكلام، دي مهمة جدا. مع الفانيليا طبعا عشان تخلصنا من زفارة البيض. ولكن مهم جدا وانت بتستخدمي البيض في الكيكة أو في الكب كيك عموما أو في الحلويات تخرجيه من التلاجة قبل الاستخدام بعشر دقايق عشان يساعد على الخفق، دي مهمة جدا على فكرة. أربع بيضات بالشكل ده كده. حلو قوي، بنحط عليهم السكر بمضرب ونخفقهم مع بعض. دي اول خطوه على طول كده اتعلميها. بنشوفها مع بعض دايما. بيض سكر، بيض سكر. تلاقي البيض اتخفق لوحده والسكر بيدوب. نعم، يعني يفضل السكر الخشن مش السكر البودر. السكر البودر نستخدمه في تزيين المافن او ان احنا نحطه على وش الكيكه او نزين بيه الحلويات بتاعتنا افضل بكتير يعني. السكر داب مع البيض، شفت القوام ده كده؟ هو ده، بص على الحلاوه، بص على الشقاوه. شفت؟ هو ده. حلو قوي كده، اصبح ان هو خيط معايا، بتضمن سلامه البيض، بتضمن ان الخفق كويس ما فيهوش اي مشكله. اعرف ان الخفق ده هيبقى زي ومعاكي طالع خيط زي الفل اللي تقول ان البيض سليم. نحط الفانيليا عندنا في المقادير يا عم الشيف، زبده وحليب، بناخد الحليب 1 كوب بنحطه هنا كده، بنحط الزبده على الحليب بالشكل ده كده، بدوب الزبده في الحليب. مافن بالزبده والحليب تقدر تعمليه بالزيت مفيش مشكله،
بس هيبقى مافن تحس ان هو ضعيف الشخصيه. المافن عموما بياخد زبده بيبقى لطيف وجميل لما بتبرد الحبات المافن بتبقى ماسكه نفسها كده وتاكل منها زي الفل، وفي نفس الوقت بتضيفي لها قيمه غذائيه عاليه جدا. عندنا الزبده بندوبها في الحليب. طب ليه ما دوبتش الزبده لوحدها يا عم الشيف؟ عشان الزبده ما تتحرقش. دابت الزبده في الحليب، رشه ملح صغيره، اوعي تسيبها تغلي، اوعي تسيبها تسخن. ايه اللي هيحصل يا شيف؟ بمجرد ما تحطيها على البيض وعلى السكر الزبده مع الحليب في قلب الخليط، دي مرحله السوائل كلها مع بعض. تاني عملت ايه يا عم الشيف؟ دوبنا السكر مع البيض. تعلمي يا ست الكل، تعلمي يا بنوته، تعلمي يا الف باء مطبخ، تعلمي يا عروسه يا جديده ازاي تعملي مافن باطعمه مختلفه، ممكن بالموز، ممكن بالسبانخ، ممكن باللحمه، ممكن بالدجاج، ممكن بالجمبري، ممكن بالفراوله. تعمليه حادق وحلو المافن عموما يعني بنفس التركيبه دي كده، بس الفرق طبعا لو تعمليه حادق مش هتحطي سكر. السكر في حاله لما اعمله حلو. طب يا شيف مغاز، انت قلت ان السكر بيساعد على ذوبان البيض او اذابه البيض او مزيج للبيض، نستخدم ايه بقى لو احنا نعمله حادق؟ ده كلام حلو جدا. عادي البيض بيتخفق لوحده خالص مع شويه فانيليا. دي المرحله الاولى. بننزل بالمكسرات بتاعتنا. المكسرات هنا تشكيله من المكسرات، عندنا لوز مع عين جمل مع فول سوداني حسب الرغبه. ده كميه المكسرات اللي في قلب الخلطه. حلو قوي يا شيف. ننزل بقى كلها كده. تمام. عندنا قوالب المافن بالشكل ده كده. بتجيبي قوالب الكب كيك بتحطي فيها الورق بتاع التغليف، شيل دول من هنا. ننزل بكميه الدقيق المخلوط بالبيكنج باودر، كوبين من الدقيق حطينا عليهم بيكنج باودر، ونقلب البيكنج باودر مع الدقيق كويس بالشكل ده كده، ونبدا ننزل كده بالتوازي اهو واحده واحده، ونقلب واحنا شغالين اهو. هتحتاج لشويه الدقيق تاني مفيش مشكله. اول ما بتضربي ايدك فيها كده، ده ما يتقلبش المضرب، تقلب بمعلقه عادي كده او اسباتيولا زي ما انت عايز. وتكوني جاهزه بالتقليب مباشره عشان البيكنج باودر ناخد المفعول بتاعه. واحنا اتعلمنا من الشيف المغازي معلومه غير معلومه، اضافه الماء للبيكنج باودر قبل استخدامه بنعمل عمليه ايه؟ تشييك عليه، بنشوفه هل هو يصلح ام لا يصلح. اذا فار معاكي يبقى زي الفل، ما فارش يبقى ايه محلك سرك. هنا المكسرات اهي في قلب الخليط زي الفل. تمام يا عم الشيف، مكسرات مع الخلط، دي مرحلة أولى. عندنا الموز الحلو ده كده، بنجيب القوالب دي كده وناخد الموز اللطيف ده كده بسكينة صغيرة ونوزع الموز على القوالب بتاعتنا. طب أنا مش عايزاه موز، حط فراولاية، حط تمر، العجوة. الله، في أطفال مش بيحبوا ياكلوا الموز، يعني ساعات ما بيبقاش مسكر. يا ابني كل موزاية. لا مش بحب الموز. فتحطها له كده في قلب الايه؟ المافن ده كده. حلو، احنا شغالين واحدة واحدة. أفكار ثلاثة تعريفة زي ما بيقولوا. دي هنا ودي هنا زي الفل، وزعناهم بالتساوي كفايه قوي كده. نشيل الموز ده على جنب عشان بعد ما نخلص انا ازقزه، احب انا الموز المسكر المستوي ده. واخد المقادير دي كلها اوزعها بقى بشكل حلو كده. بننزل بقى هنا
الله. نوزع بالتساوي. يعني بتصبيهم في دورة عشان نوزع الكمية، واللي على فكرة الكمية اللي تفضل تقدر تعملها كيكة كبيرة، يعني كيكة بالمكسرات مفيش أي مشكلة حسب الرغبة. يعني أنا عايز أوصل لك إن الحاجات ديت ما تترميش، تستخدميها تاني، ده الطبيعي. بقي عندك كمية من الكيكة والقوالب اتملت خلاص، بتجيبي قالب كويس كده حلو وتقدري توزعي بقية المقادير عليها. نبدأ نوزع مع بعض كده. واحدة واحدة كده، هو ده هو ده بالتساوي. نفس القصة هنا اهو. البنوتة الحلوة اللي بتحب تخش المطبخ تساعد مامي. الشباب الرجالة اللي بيحبوا المطبخ وعايزين يخشوا سياحة وفنادق ومنية حياتهم يطلعوا زي الشيف المغازي، يبقى شيف بيحب المطبخ يخش يتعلم في الحاجات الحلوة السهلة دي. والمطبخ واحدة واحدة، أهم حاجة إن إحنا نحبه، سواء لست البيت سواء للي عايز يشتغل. واللي بيحب شغله عموما بصرف النظر بقى عن شيف أو خلافه بيبدع فيه. أنا بوزع اهوت بالشكل ده كده. بملاها. درجة حرارة الفرن أنا مشيك عليها 180. اوعى تغلطي الغلطات الصغيرة اللي كنت بغلط فيها زمان، أحط ده وأقعد جنبه كده لغاية لما الفرن يسخن. حاضر. مهم جدا درجة حرارة الفرن عندي تكون 180، وأشيك على الفرن بتاعي قبل استخدام أي حاجة، ده مهم جدا. أشيك على الفرن وأشوف درجة الحرارة بتاعته 180 قبل ما أفكر أعمل الكيك. ليه يا عم الشيف؟ عشان ده لو قعد بره كتير بالشكل ده كده مش هيديني النتيجه اللي انا عايزها. حلو الكلام؟ هناخده زي ما هو كده وندخله الفرن يا عم الشيف. مكانه فين في الفرن؟ على الشبكه بتاعت الفرن زي ما هو كده. اللهم صل على النبي. نبص عليه بصه حلوه. ايه نظره الوداع؟ مافن الموز بالمكسرات. يلا ده المافن بتاعنا. الله. اللي مش بيحب ياكل الموز هياكل الموز. ناخد العجينه بتاعتنا دي ندخلها هنا. يلا ده الحواوشي في قلب الفرن، وده اللي على عين البوتاجاز نبص عليه. ايه الحلاوه دي؟ مافن الموز بالمكسرات واللوز. يا لوز يا مزاجك اللوز يا اختي. جواها عين جمل، جواها بندق، جواها فول سوداني، مكسرات اللي عندك. حاضر يا غالي والله. عايز نقطع واحده بالسكينه؟ طب خليها ما استوتش، تحرجني ليه؟ طيب قول لي بالله عليك، انت بتحبني؟ بس خلينا نجيب سكينه ما عدتش عليها لا بصله ولا توم. اللهم صل على النبي. ما تقلقش. والله البوتاجاز معاز زي الفل. حاضر. والله تصدق مطفي. يا الله بقالها وقت ما خدتش لون. انا عارف حبيبي. ان شاء الله يستوي باذن الله. طيب تعالوا مع بعض. بص على الحلاوه هنا. بص يا جميل. تستاهل والله تستاهل. شوف الحلاوه. فين الموز هنا؟ فين الموز هنا؟ مافن الموز بالمكسرات وحقوق الطبع لدينا وبس. لما بنقول حقوق الطبع لدينا وبس على شاشة القناة الأولى مش من فراغ، خبرة. خليها كده. شوية السكر البودر الحلوين عليها. تحب القرفة؟ أحط لك قرفة. مش مزعلك أنا. قرفة.
اللهم صل على النبي. تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. بنعمل الأكل من قلبه محافظته، الحواوشي الإسكندراني دي تفاصيله. حبايبي الإسكندرانية اللي بيحبوني وجماهيري، أنا عملته بالطريقة دي، أنتم ممكن تعملوه أحسن مني على فكرة. عملنا المافن بالموز عشان الأولاد اللي مش بيحبوا موز، عملنا طبق مكرونة طلياني بالخضار اسمها أرابياتا باستا. حلو؟ رؤية فن إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.